السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عرف فيبنج. اليوم بشرح لكم طريقة دخول قناة الدردشة العامة للشيشة الإلكترونية. طبعا هذا القناة إن شاء الله بتستفيد منها محادثات بينك وبين الأخوان، مساعدات إلى آخره. طبعا طريقة الدخول، أول حاجة لازم تنزل برنامج التليجرام اللي تشوفونه في الصورة. هذا تطبيق التليجرام تقدر عن طريق الاب ستور او عن طريق البلاي ستور، مجرد انك تكتب كلمة تليجرام في البحث وعلى طول يطلع لك وتنزله في تلفونك بدون ادنى مشكلة. طبعا الكلمة انا بكتبها لكم في الاسفل. بعد ذلك في بعض الدول قد يكون هذا التطبيق ممنوع، مع ان انا اشوفه ان تطبيق ممتاز جدا وافضله اكثر من الواتساب، ايضا الخيارات اللي فيه ويحافظ على خصوصياتك، يعني ما يظهر معلوماتك الشخصية او رقم تلفونك الى اخره، كل اللي بيعرض الاسم اللي انت بتختار، النيك نيم فقط لا غير. على العموم بعد ما تنزل تطبيق التليجرام لازم تنزل هذا التطبيق الحلو اللي هو بترنت. هذا تطبيق بترنت بيفتح لك تطبيق التليجرام. طريقة تنزيله جدا سهلة، موجود أيضا في الأب ستور والبلاي ستور. كل اللي عليك أنك تكتب بترنت نفس الكلمة اللي بكتبها لك في الأسفل وفي البحث وبيطلع لك وتنزله بدون أدنى مشكلة. بعد ما تنزل اضغط على البترنت ويطلع لك الخيارات وتنزل، بعد ذلك يطلع لك هذا الفيس، اضغط على كونكت وتنتظر شوي، يعطيك ابتسامة غبية وبعدين الابتسامة وغمض عيونه عبارة اللون الأزرق انه صار كونكشن. كل اللي عليك انك ترجع الحين لو تلاحظون التليجرام طلع رقم 1 عبارة انه اشتغل عندي التليجرام والرسائل بدأت توصل. كل اللي عليك الان عساس تدخل قناة عرف فيبنج للنقاش العام او قناة او اي قناة اخرى، اضغط روح على اليوتيوب وروح لاي فيديو انا عملته من ضمن الفيديوهات اللي انا شرحته، اي فيديو انت يعني تدخله. بعد ذلك كل اللي عليك تضغط على هذا السهم اللي تشوفونه في الصورة اسفل الفيديو، بعدين يطلع لك معلومات وتحت اسفل كل فيديو انا كاتب او حاط روابط قناة البيع والشراء. اذا ودك تقدر تضغط على هذا الرابط وعلى طول تروح لقناة البيع والشراء، قناة الدردشة العامة، وهذا القناة اللي احنا هدفنا ان نوصل لها. وفي قناة عرف فيبنج قناة عامة ما تقدر تكتب فيها، مجرد المشاهدات تعليقات عرف فيبنج وبعض الجروبات العربية ويعني وبعض الفيديوهات اللي أنا نزلها بين فترة وفترة. لكن الجروب التي يعني اللي تستطيع أنك تشارك فيه الأخوان هذا هو الرابط، خلونا نضغط عليه. أول ما تضغط عليه وانت فاتح البترنت والتليجرام على طول بيخيرك الآن تطبيق التليجرام دائما أو مرة واحدة، وعلى طول يوديك لرابط. خلاص الحين أول ما توصل بيقول لك اشتراك، اضغط على اشتراك وتحصل الإخوان، يعني ما شاء الله مشاركات ومساعدات وتفاعل بين الإخوان، تستطيع أنك تشاركهم بالمعلومات بالمساعدات الى اخره يعني بهذه الامور. طبعا اول ما تضغط على كلمة عرف فيبنج فوق عرف فيبنج شات على طول تقدر تقرأ قانون اللي هو قانون القرفة، يكون جروب عام للنقاش بين جميع الاعضاء. بعد ذلك يرجى التحلي بادب الحوار وعدم السب او القذف او الاعلان. ممنوع دخول من هم أقل من 18 سنة، من يخالف سوف يتم إنذاره، وفي حالة التكرار سوف يتم حظره. وبس، وهذا كل شيء. والآن أنت وصلت لهذا القرفة، إن شاء الله الفائدة تعم الجميع، وإن شاء الله هذا الفيديو يكون جواب للإخوان اللي يحصلون مشاكل في الوصول إلى الروابط اللي في التليجرام.
وبس. وهذا كل شيء يا جماعة الخير، وآسف على الإطالة، وكان معكم أخوكم عرف فيبينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.